مرحبا، انت قد ما كمل باليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، تحديات كثيره وجوائز جديده، خلوكم معنا لنشوف اذا انتوا قد ما. كيفكم؟ رمضان كريم، ينعاد عليكم. انتوا برنامج انت قد ما، شو رايكم تلعبوا معنا تحديات نربح جائزه هيك نتسلى شوي؟ انت قد ما هو عباره عن مجموعه تحديات، اذا اشتفتوا ثلاث تحديات تربحوا جائزه. جاهزين؟ قد ما؟ قد ما؟ لا؟ يعطيك العافية. شكراً. جاهز تتحدى؟ جاهز. في شغلة رح أقول لك عليها، أنا مخباية ورقة يعني هون مكتوب عليها أنت الفائز، إذا لقيتها ما بتكفي معنا التحديات أبداً. مخبية ورقة هون مكتوب يعني مو هون يعني هي بهي الساحة هيك تقريباً هون. تمام. مكتوب عليها أنت الفائز، إذا لقيتها فأنت ما بتكفي معنا التحديات ثلاثة، خلاص ربحت كل شيء. شو؟ رح أعير لك دقيقة، دقيقتين رح أعير لك دقيقة، فيك تساعده على فكرة أنت. تدور عليها، رح سهل لك يعني فيك تدور بهذا. ما عم تدوروا أنتوا، دوروا. شو قلي؟ وصلتني وأنا هني. شو هي؟ إنه إذا لقيتها ما بكون ربحت شيء أبداً. مين قال؟ أنت أكلتي لي. إذا لقيتها بتربح. شو بربح؟ بتربح معنا الجائزة. طيب يلا تعال ندور، رح ندور. شو صار معك؟ شو؟ ما لقيت شيء. لا بدك تكون قد التحدي. ما لقيت شيء. طيب. طب يلا لسه معك وقت. لسه معك وقت، دور. يعني بين الحشائش الخضراء. شوي طيب. طيب شوي بس. بس شوي. والله سهلة، ما كنت تلعبها هي من زمان لما كنت صغير؟ لا والله. هاي غششتك. واو، شو؟ انت الفائز. يعني الف مبروك، عن جد الف مبروك. دقيقة و50 ثانية. انت قد ايه عيرتي الوقت؟ انا دقيقتين. تعذبت؟ لا، نوب. اكيد؟ عم تلهد شوي. طبيعي، احنا نسمين. اوكي، وين رفيقك؟ مشان نربحكم سوا، شكله هرب؟ لا ما هرب. اوكي، بدي اقول لك الف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من هيربي، وجائزة ثانية كمان مقدمة هي لك ولرفيقك. ودعوة على الإفطار لشخصين، بتروحوا أنتوا الاثنين تفطروا. دقيقة شوي بس لحتى هي نجيها الكاميرا. دعوة على الفطور لشخصين من مطعم تشيزي، أكيد بتعرفوا قد إيه طيب. وجائزة كمان من هيربي. ألف مبروك. شكراً كثير لكم. باي باي. ما على بالك كانت عم تحكي لها؟ لا مو بهالمنطقة. هلا مبدئياً أنتوا برنامج أنت قد إيه؟ قلي على الكاميرا أنا قد إيه؟ أنا قد إيه. يلا هو هي البرنامج انه انت بدك تكوني قد التحدي. لا. اوكي، توترت شكلك شوي. ليش؟ ما خير. مانك قد؟ لا ابدا ابدا. واذا قلت لك انه حدا بيساعدك؟ اذا منهم اي انا عم ساعدك مشان تربحي. طب نبلش وبعدين نشوف اذا انت قد ولا لا. بدي اعطيكي خيط وابره وبدك تضميهم خلال 20 ثانيه. تمام. يعني هو التحدي ما كثير صعب. ايه تمام. بتخيطي بالعاده بالبيت يعني؟ اوكي يلا، رح اعطيكي خيط والابره وخلال 20 ثانيه بدك تكوني ضابطتيهم. هلا احكي لي عن حالك، يعني انت بالعاده بالبيت بتخيطي، شو بتعملي؟ لا ما بخيط. لا؟ لا. اذا انتزع شيء بتنزلي عند الخياط؟ لكان. اوكي، دقيقة شوي رح نعير وقت. يلا. واحد اثنين ثلاثة. انا قلت لك 20 ثانية. قلت لك ماني قد. يلا. لا هلا بهي ما في تعديل، بس تخلص. شو صعبة؟ بدك نضارة؟ يلا رح يخلص الوقت. ما بقي 5 ثواني. شو؟ لا؟ مالك قدها؟ ما ما زبطت. طب حدا بيحب يجرب خبايا؟ تحدياتي بعدها شو؟ تعي جرب. هلا اللي بعده أسئلة عامة. مشكلة في هوا كمان يعني. إيه. انا بحب انه لسه انت عم تحاولي. ما زبطت. تعي زبطي انت. شاطره بهي القصص يعني؟ ايه ست بيت يعني. شو بدكم؟ ست بيت. حلو. يلا واحده انت تفضلي. 20 ثانيه. هلا انت بصراحه بتعرفي شو عامله؟ شو؟ لا عاطي اصغر ابره، اصغر راس ابره بالموضوع كله. يلا ايوه
20 23 صارت لا شو بس انا خلص الوقت عندي صارت صار 24 ثانيه اوكي صايره انا حسبيه احسبها صايره قبل طيب خلص يعني رح احسبها كانوا في هوا والطقس شوي هيك ما له مناسب خلص ثواني بيني وبينك عم شغله طيب هلا رح ننتقل للتحدي الثاني ايه كيفك بالاسئله العامه سؤال تفضلي الكورونا ايه باي سنه انتشرت باي سنه 2020 عفواً متأكدة؟ إيه خطأ لك 2006 شو رأيك؟ لا مستحيل طيب أعطيني آخر جواب 2019 طيب أوكي طلعت شهادة أكثر طيب أوكي هلا آخر سؤال قرية كفر بهم أين تقع؟ بحما بحما أكيد؟ معلوماتك أكيدة؟ أوكي خلص حاجة ألف مبروك عن جد جهد بدي لك ألف مبروك ربحتي معنا جائزة من مقدمة من هيربي شكرا كثير لك شكرا لك زو شكرا حبيبة قلبي أنت قد هو تحديات تمام أنت جاهزة تتحدي معنا لكن ملك جاهزة أوكي رح نبلش معك بأول تحدي تمام أوكي كيفك بالأسماء يلا تمام أوكي هلا خلال 20 ثانية بدك تقلي خمس أسماء أولهم حرف الفاء واحد اثنين ثلاثة جو فارس فاضل فهد فادي فادية كم وحدة صاروا؟ خمسة كم ثانية قلت لك؟ ما بعرف أوكي أول تحدي جتسته بدي أقول لك ألف مبروك هلا التحدي الثاني هو عبارة عن أسئلة عامة تمام الدقيقة كم ثانية فيها؟ 60 أوكي آخر تحدي وبتربح معنا جائزة يلا كيفك المحافظات السورية والقرى والضيعة وهيك؟ يعني مو الكل بس ماشي الحال مو الكل محافظة اللاذقية بالجهة الشمالية لاذقية شكلك ما بتطلع لاذقية؟ لا مو كتير طرطوس؟ بالوسط وين يعني؟ بالشمال السوري يعني إنه بالنص لفوق شوي؟ بالنص على الشمال شوي متأكد؟ ايه اكيد؟ ايه اوكي بدي اقول لك الف الف مبروك ربحت معنا دعوة على سحور من مطعم بيت الشرق شكرا الف مبروك ليش هيك زعلان يعني انبسط شوي؟ لا لا الله يخليكي شكرا لك شكرا لك زو شو الاخبار؟ الحمد لله رمضان كريم ينعاد عليك وعلينا يخلي لي قلبي اخبار منيحة؟ الحمد لله تمام برنامج انت هلا ببرنامج انت قد اول تحدي بدي اعطيك ثلاث كلمات تقلبي لي اياهم خلال 40 ثانية ثلاث كلمات اقلبهم ايه يعني عكسها ولا كيف؟ لا يعني اسمك شو اسمك؟ غنى غنى شو اذا قلبناه شو بيصير؟ انغى هيك بعكسها يعني؟ يعني هيك الفكرة تمام اوكي رح اعطيكي هلا ثلاث كلمات تقلبي لي اياها خلال 40 ثانية تمام هي اعطيتك وقت زيادة مشان ما تقولي واحد اثنين ثلاثة رباب بابر اوكي احمد دمحة زهرة ارهزة ارهز لا زهرة شو اخرتها ارهز ترهز 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 كم وحدة صاروا ثلاثة ثلاثة برافو عليكي ربحتي اول تحدي معنا باقل من 20 ثانية يسلم انتقل على التحدي الثاني تمام شاطرة بالموبايل بالتطبيقات وهيك مو كثير طب في تطبيق على الموبايل تمام لونه اورانج على ازرق على احمر على اخضر انستغرام واو انتي مو شاطره اوكي اخر تحدي تمام هو عباره عن يعني محافظات سوريه بيسالك عن محافظه اللي اين تقع باي جهه بالجغرافيا نو نو مش شاطره نهر العاصي وين موجود نهر العاصي حما حما برافو عليكي ليك شاطره بالجغرافيا بدي لك الف الف مبروك رحتي معنا جائزه مقدمه من هيربي يسلم إليك انبسطي فيها شكرا إليك يعطيك العافية يسلم إليك وأنا معك بدي أختم كمان برنامجي لليوم أنت قدها بدي أقول عن جد ألف مبروك لكل حدا ربح معنا اليوم ورمضان كريم وينعاد عليكم انطروني بكرة بتحديات جديدة خلوكم معنا